على الفوز بالرمز الثالث في رصيدها، والتهاني أيضا لمالك الذيب محمد بن سعيد بن محمد الأحبابي. وينطلق مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم وعلى الهواء في هذا البث، وهذا البث المباشر ينطلق هذا الشوط الثالث، وهذا هو ثاني أشواط البكار، وهذا أيضا أول أشواط المحليات العمانيات الأصايل. انطلق هذا الشوط بنخبة النخبة بينونة وبينونة والغربية ومخيفة وقيادة والوثبة والشاهينية، شموخ الشاهينية وأيضا مزنة وشوك وعالية حضرت جميعها وأتت في هذا الشوط الخاص بالعمانيات، الخاص بالعمانيات. إذن بينونة على مقدمة الشوط، تقود الشوط، جرت الشوط منذ الانطلاق، تبغي الشلفة وطموحها لا منتهى للطموح ولا حدود له. إذن بينونة على المركز الأول، زايد بن محمد بن زايد المنصوري على مقدمة الشوط وفي المركز الأول تنطلق، أو هنا مخيفة على مقدمة الشوط بشعار بينونة تنطلق. المركز الثاني الوصول والتحرك من قبل بينونة، تصل لم تتأخر في النداء، تنطلق على المركز الثاني، زايد بن محمد بن زايد المنصوري يقدم لنا بينونة في المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، وهنا قيادة زايد بن محمد بن زايد المنصوري أيضا على المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع، وهنا التقدم والتحرك، شوط مرعب مشاهدينا الأعزاء، شعارات تهز الأبدان وترعب القلوب والأذهان، شعارات حضرت في أشواط الرموز، مساء الرموز، مساء الفضة. إذن المركز الرابع، وهنا شعار ابناء مرقم يتقدم متابعينا الأعزاء على ظهر مزنة، أمطري يا مزون الخير، أمطري يا مزنة على عزبة بن مرخان. على المركز الرابع محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، وخامس المراكز الوصول، مرحبا بالوثبة غصاب بن مصبح رع الطير العامري، تتقدم من الجانب الآخر وتتسلل ورصيدها مليء بالسيارات، حازت على جوائز عينية قيمة وتبحث اليوم، تبحث اليوم عن إضافة الرمز، وعن إضافة هذا الرمز في الرصيد، تتسلل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. إذن هذا هو نداءنا مشاهدين الأعزاء في شوط العمانيات الإبكار، في شوط الأصايل، في شوط أبناء في شوط هجن الخليج، في هذا الشوط وفي هذا المساء. أعود إلى مقدمة الشوط، مخيفة مخيفة وهي مخيفة وهي مخيفة على مقدمة الشوط، قادمة من الغربية للمشاركة بشعار الإعصار الغربي، من الذي يواصل الإبداع في الليل والنهار، هذا هو الإعصار الغربي. هذه مخيفة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ولكن دير بالك، دير بالك، أرى الوثبة قادمة، الوثبة 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 على المركز الثاني. غصاب مصبح رع الطير العامري يقدم الوثبة ويشارك بها في هذا الشوط المكتظ بالأسماء وبالشعارات القوية. الدور دور المركز الثالث، وهنا مزنة لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، وأيضا هذه حاملة اللقب صاحبة هذا الشوط في سباق سيدي سمو الأمير في الشهر الماضي، تعود مرة أخرى لتحافظ على حقوقها، لتحافظ على الحقوق، تقول أنا هنا والحقوق محفوظة مع شعار صاحب المضمرين. يقدم لنا مزنة في هذا الشوط، وتتسلل راعية الرمز، تتسلل البطلة في هذا الشوط، شوط الأبطال، شوط العمالقة، شوط يحبس الأنفاس. الله، المركز الثاني مخيفة، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري الدافع بأكثر من اسم في هذا الشوط، بحثا وأملا في اختطاف هذا الرمز الغالي، وأيضا وصول من بينونة. بينونة انطلقت، بينونة كشرت عن الأنياب، بينونة تتحرك أيضا لزايد بن محمد بن زايد المنصوري، الوثبة على المركز الرابع، تعود ملكيتها لغصاب بن مصبح رع الطير العامري، يقدم لنا الوثبة في هذا الشوط. المركز الخامس هنا الوصول والقدوم من اسمين، قيادة لزايد بن محمد بن زايد المنصوري، وأيضا شوق شوق أيضا تتقدم على المركز الخامس، وتعود ملكيتها لحمد بن راشد بن حمد بن غدير
بشعار اليمامة أيضا تنطلق شوق، وكما قال زميلي بن حضيرب يا شوق هزن يا هوى الشوق، هزيز غصن تاه الأوراق، كل غرض في الوقت كل غرض يا أبو راشد في الوقت ملحوظ، لكن وصول الصاحب أشفاق هذه شوق على المركز الخامس تنطلق، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط. يا سلام بينونة بينونة بينونة، وأيضا مخيفة يتراقص بالشعار الغربي، هجن بوزايد يقدمها في هذا المساء وفي هذا الشوط لتمثل أبناء الغربية خير تمثيل، ولكن دير لي بالك وشوف المركز الثالث، شوف وأنا بشوف والجماهير يتابعون ويشوفون خلف الشاشات وأمام الشاشات. يا سلام مخيفة مزنة 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 على المركز الثالث، مزنة الخير يا سلام، وما زالت علامة الجودة على رأسها، كرموها في سباق سيدي سمو الأمير في الشهر الماضي، وهذه تنطلق تحمل طموحات أبناء مرغم وآمال صعب المضمرين في هذا الشوط الصعب، شوط العمانيات البكار. انطلقت مخيفة يا متابعين 2 كيلومتر وتتحدد معالم الشوط من هذه الأمتار، تتحدد وجهة الشوط، تتحدد الأمور. يا سلام إذا الغربي ولا أبناء مرغم يتنافسون على اختطاف الشلفة الفضية في مساء هذا اليوم. يا سلام يا سلام لمن الشوط، لمن الناموس، كل المضمرين، أنت تريد وأنا أريد والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. المركز الثالث هنا الوصول من بينونة، زايد بن محمد بن زايد المنصوري والشموخ بشعار الدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري. يلا يا بالزفنة، وش تنتظر يا وش تنتظر يا محرق القلب بالنار. الله وصلت الشعارات، واصلة هنا الغربية 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 على المركز الرابع، زايد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وأيضا وصول من شوق حمد بن راشد بن حمد بن قدير، تقل شعار اليمامة، تحمل شعار اليمامة في هذا الشوط. إذن أعود إلى مقدمة الشوط وإلى مزنة، وأيضا هنا مزنة وبينونة، مزنة وبينونة يا سلام، أو مزنة ومخيفة، مزنة ومخيفة. وانطلقت الغربية، تحركت الغربية، انطلقت الغربية وانطلقت آمال أهل الغربية، وأيضا هنا أيضا سفير الأصالة يقدم شموخ الدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري. يوم يوم تاريخي للفائزين، ولكن تنطلق هنا مخيفة لتخيف المتابعات. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير، كيلو حبس الأنفاس، كيلو العمليات، وانطلقت مزنة حاملة اللقب، بطلت هذا الشوط. يا سلام إذا تضيف بهذا الفوز، إن واصلت على هذا المنوال الرمز الثاني كما فعلت اليمامة، يتألفون أبناء مرغم، يتألفون، يبدعون، يزلزلون الميدان، يهزون أركان المضمار. يا سلام هذه مشاهدينا مزنة 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 على مقدمة الشوط، مزنة على المركز الأول. سلام يا مزنة سلام، سلام يا مزنة سلام، ولكن دير بالك الوصول من قيادة، قيادة ومزنة، قيادة قادمة، قيادة قادمة، ممثلة أبناء الغربية، تتجدد الآمال في هذا الشوط لأهل الغربية. يا سلام قيادة ومزنة حاملة اللقب، حاملة اللقب وقيادة، هل تواصل مزنة؟ هل تواصل بهذا التقدم؟ يا سلام مزنة 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 مشاهدينا الأعزاء، تضيف الرمز الثاني في الرصيد، تضيف الرمز الثاني، مرغم 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 مرغم، أبناء مرغم، أبناء مرغم مشاهدينا يتميزون في هذا المساء، ينتزعون الشلفة الفضية الثانية مع صعب المضمرين، صعب المضمرين. سلام مرغم سلام، سلام مزنة سلام. إذا مزنة كما توجت في الشهر الماضي في سباق سيدي سمو الأمير تثبت بأنها الأقوى. سلام يا مزنة سلام، سلام يا مزنة سلام، مرغم 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 مرغم، تهانينا والناموس لحظات الوصول. المركز الثاني هنا قيادة زايد بن محمد بن زايد المنصوري، المركز الثالث الغربية لزايد بن محمد بن زايد المنصوري، المركز الرابع الشاهيني لغانم بن منصور آل سيف الخيارين، أو المركز الرابع مخيفة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، المركز الخامس الشاهيني لغانم بن منصور آل سيف الخيارين. تهانينا والناموس لمالك مزنة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي على الفوز بالشلفة الفضية في هذا المساء وإضافة الرمز الثاني لها في الرصيد. إذن
ها هي بطلة هذا الشوط في سباق سيدي سمو الأمير، تثبت بأنها الأقوى في هذا المساء وتتفوق لتختطف الخنجر أو الشلفة الفضية في مساء هذا اليوم بقيادة صاحب المضمرين. تهانينا والناموس لصاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي على هذا الفوز المستحق. إذن هذه مشاهدينا الأعزاء مزنة ولحظة الوصول إلى خط النهاية، قاطعة مسافة الشوط في 9 دقائق 9 ثواني، 66 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مزنة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، المركز الثاني قيادة وتوقيتها 9 دقائق 11 ثانية و60 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك قيادة زايد بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الثالث، المركز الثالث الغربية وتوقيت الغربية 9 دقائق 15 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الغربية زايد بن محمد بن زايد المنصوري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا المساء. إذن مشاهدينا الأعزاء، الشوط القادم هو شوط الخنجر للقعدان العمانيات، والكلمة وحيلها للزميل مطلق بن علي العنزي. أتمنى له التوفيق ولكم حسن المتابعة والاستماع.